البلاد اليوم في عدد جديد طيب الله وقاتكم بكل خير أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة سنخصصها لمناقشة التفاعلات القائمة في الجبهة الاجتماعية بناء على قانون المالية الجديد لسنة 2017 وعلى خلفية التصريح الجديد أيضا لوزير المالية حجي بابا أحمد الذي أكد بأن القانون الجديد للمالية سوف لن يؤثر على القدره الشرائيه للمواطنين، موضوع سنناقشه بعد قليل رفقه ضيفي الكريمين السيد عبد الكريم منصوري البرلماني عن حزب جبهه التحرير الوطني والقياديه والبرلمانيه ايضا القياديه في حزب العمال والبرلمانيه الدكتوره ناديه شويتم، لكن قبل دليل نمر الى الرابعه اليوم والزميله نوره زحاف وما لديها من اخبار ومستجدات جديده في الساحه الوطنيه، تفضلي زميلتي. اهلا بك كريم، شكرا لك على هذه المقدمه، اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير، واهلا بكم الى هذه الفقره الجديده من الرابعه اليوم، اذا كريم تنوعت المنشطات التي خرجت بها الصحف الصادره لنهار اليوم بين البلاد التي عنونت على صدر صفحتها الاولى تقول الجزائريون مستعدون للدفاع عن مكه ضد اي عدوان وذلك في التصريح لعبد الملك سلال في حواره مع القناه الاخباريه السعوديه واضافت الفجر بالقول ان سلال يسوي وضعيه مساعديه تربيه حيث انه اصدر قرارا استثنائيا لصالحهم اما بخصوص قانون الماليه فعنونت المساء على لسان وزير الماليه حاجي بابا عمي قوله قدمنا مشروعا متوازنا الاولويه فيه للنمو مؤكدا في ذات الوقت ان ضرائب الغير محصله تقدر ب 7000 مليار دينار وأضافت المحور في ذات الشأن في ظل الحديث عن تخلي الحكومة عن سياسة الدعم الاجتماعي وزير المالية يطمئن بعدم تراجع الدولة عن دعم الفئات الهشة وحماية الطبقة المتوسطة وكتبت الجريدة بالبنط العريض معنونة الرعاية فيما فدت الخبر مشاهدينا بأن منحة ال 204 مليون و34 أقول مليون غير قانونية والبرلمان أفرج عنها لفائدة نواب في سرية تامة وخرجت وقت الجزائر بمنشيط مختلف اليوم حيث عنونت ولد عباس يمنع رجال الأعمال من الترشح للتشريعيات في خطوة لدعم الاستقرار الداخلي للأفلاني مستقبلا هذا كريم بالنسبة لأهم لا. العناوين الرئيسية التي صدرت بها الصحف اليوم ننتقل الآن إلى الرواصد والكواليس وأسواق الكلام كذلك التي رصدتها صحافة اليوم، والبداية ستكون مع جريدة وقت الجزائر التي كتبت في صفحتها همسات تقول مكتتبو ال بي والمسجد الأعظم حيث سخر سخر أقول مكتتبو السكن الترقوي العمومي ال بي بي أثناء احتجاجهم أمس أمام المؤسسة الوطنية للترقية العقارية من سياسة الدولة في توفير أموال طائلة لبناء الجامع الأعظم، بينما تثقل كاهل المواطن بتكاليف السكن الذي ستفضي به حسب قولهم الى التسول امام باب المسجد الاعظم بعد ان يستنفذ كل مواردهم الملكيه ما رايك الكريم السكن في الجزائر يبقى المعادله الصعبه وتحقيقها صعب جدا <applause> ننتقل مشاهدينا إلى الخبر في صفحتها سوق الكلام والتي قالت ينفي التعديل بالتمديد حيث أنه بعد تأجيل زيارته إلى ولاية تلمسان خلال الأسبوع الماضي وما صاحب ذلك من تأويلات وإشاعات ذهبت إلى حد توقع تعديل حكومي وشيك قرر وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي برمجة زيارته إلى عاصمة الزيانيين بداية من هذا السبت وإلى غاية يوم الثلاثاء في زيارة وزارية رسمية تمتد إلى أربعة أيام سيجوب فيها الوزير ولايه تلمسان من الحدود إلى الحدود يعاين فيها ويدشن عديد المرافق والمراكز التابعه لقطاعه البعض قال وكان الغازي اراد ان يقول من خلال زياره من خلال تمديد زيارته المؤجل اقول شكون قال الغازي ما يجيش وشكون قال الغازي ما يترشحش وكل شيء ممكن ثم ان الوزير محمد الغازي هو سليل منطقه تلمسان ويملك, طبيعي جداً ويملك نفس الحدود مع بقية وزراء آخرين على رأسهم في انتظار نتائج طيب الانتخابات التشريعية القادمة أما البلاد كريم فكتبت في صفحتها الرأس تقول بأن القسنطينيون يحنون إلى أيام بوضياف وقالت الجريدة بأن شريحة واسعة من المواطنين القسنطينيين يحنون إلى أيام الوالي السابق عبد الملك بوضياف والوزير الحالي للصحة الذي تمكن في وقته من جلب مشروع 17 أقول مشروع كبير لعاصمة الشرق قسنطينة تمكن من إنجاز معظمه وياتي حنين القسنطينيين الى ايام بوضياف بعدما بدات بوادر التاخر التنموي للولايه تلوح مجددا ولم تتضح بعد قرارات الوالي الجديده. ننتقل مشاهدينا الان الى عمود اليوم والمقال التحليلي الذي اخترناه يعود للكاتب الصحفي في موقع البلاد نت الزميل انس جمعه الذي عنوان مقاله البيض السعودي في السلة الجزائرية وقال الكاتب ترحب كبير من القيادة السعودية ممثلة بالملك سلمان بالوفد الجزائري الذي قاده الوزير الأول عبد الملك سلال وظهرت هذه الحفاوة في الأجندة السياسية والاقتصادية للزيارة وفي الزخم الإعلامي الذي رافقها بالإضافة إلى رغبة سعودية واضحة بإظهار علاقاتها مع الجزائر على أنها أكثر من ممتازة وأضاف الكاتب يقول الرياض في الآونة الأخيرة تعيش هواجس استراتيجية كبيرة بفعل التوسع الإيراني في المنطقة إضافة إلى توتر علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد قانون جاستا الذي توعد بمحاسبة الدول التي ينتمي إليها الإرهابيون في هجمات الحادي عشر من سبتمبر وهي المعنية الأولى به وأيضا خلافتها الكبيرة مع مصر أقوى حليف عربي التي ظهرت بشكل مفاجئ مؤخرا في ظل هذا الوضع الدولي الضاغط تبحث الرياض عن متنفسات لها والجزائر يقول الكاتب لديها الكثير من المقومات السياسية والاقتصادية لتكون شريك شريكا موثوق للسعودية ويبدو أن المملكة قد اقتنعت أخيرا أنه من الخطأ وضع كل بيضها في سلة المغرب بالمنطقة وأن الخلاف في القضايا الإقليمية مع الجزائر لا يعني بالضرورة الزهد في التعاون الاقتصادي والسياسي في المجالات المتفق عليها والتي تحقق مصالح الطرفين وكم هي كثيرة كريم السعوديه كما يعلم يعني الجميع تتواجد في وضعيه حرج كبيره ان على الصعيد الدبلوماسي او الاقتصادي او الامني هي الان تسعى لاعاده ترتيب العديد من الاوراق بعدما يعني خسرت العديد من الاوراق في المنطقه اقليميا اقصد في الشرق الاوسط حتى علاقتها مع امريكا لم تعد كالسابق وهي الان بصدد البحث عن حلفاء جدد يعني حتى انت متفق مع الكاتب في بطبيعه الحال وهي معطيات عالميه خاصه بعد صدور قانون جاستا هذا الذي اثر بشكل كبير على الموقع الدولي للسعوديه شكرا كريم هذا ما لدي اليوم الى بدايه الاسبوع ان شاء الله شكرا جزيلا زميلتي نهى زحاف نلتقي بك في الاسبوع القادم ان شاء الله مشاهدينا الكرام برنامجنا برنامج, برنامج البلاد اليوم يبقى متواصلا معكم من اجل مناقشه موضوع قانون الماليه الجديد وتأثيراته على الجبهة الاجتماعية، فاصل إشهار قصير ثم نواصل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى إلى برنامجكم البلاد اليوم والذي سنتناول في موضوعه الرئيسي التصريح الذي ادلى به وزير الماليه بخصوص قانون الماليه لسنه 2017 وقال عنه انه لن يؤثر على القدره الشرائيه للمواطنين رغم التحفظ الكبير الذي تبديه احزاب المعارضه خاصه بعد الزيادات التي تم إقرارها في بعض الرسوم الضريبية هو موضوع سنناقشه اليوم رفقة ضيفي الكريمين السيد عبد الكريم منصوري البرلماني وعضو لجنة المالية والميزانية مرحبا بك سيدي مرحبا. شكرا على تلبية الدعوة كما أسعد أيضا وأتشرف باستضافة البرلمانيه والقياديه بحزب العمال الدكتوره ناديه شويتم اهلا وسهلا بك سيدتي شكرا جرفلون مرحبا بك ازول شكرا على تربيه الدعوه كان. سي عبد الكريم منصوري مباشره آه الوزير آه وزير الماليه عمي ابو احمد قال أن هذا القانون تاع 2017 رغم الضجة الكبيرة التي أثارها في البرلمان، رغم الإنتقادات الكبيرة لخبراء في المالية، لسياسيين، لبرلمانيين، لمجموعات برلمانية، السي وزير المالية طلع علينا بتصريح قال لك تطميني، قال لك أن هذا القانون فليطمئن الجزائريون، لأن هذا القانون لن يؤثر على القدرات الشرائية حتى حاجة حتى حاجة ما تزيد يعني الاسعار تبقى كما هي فسرنا هذه المعادله سي عبد الكريم مرصولي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اولا اشكرك على هذه الدعوه مرحبا واحيي مرحب. الضيفه الكريمه ومن خلال كل المشاهد الذي يتبع يتابع البلاد اليوم يعني الإجابة على هذا السؤال أولا قبل ما تتحلل التصريح تعرف من صاحب هذا التصريح نعم. أولا هو وزير المالية الذي قضى أكثر من 32 سنة في هذا القطاع إذا فهو يعرف كل صغيرة وكبيرة فيما يخص المالية بالدرجة الأولى قد عمل وتكلم وصرح بما هو تقني بحت لا سياسة فيه ولا أي شيء إذن اعتبار أنه يعتبر خبير مالي في هذا الموضوع وبامتياز ولكن عندنا احنا ثقافه الخبراء الخبراء والوزراء عندهم عندهم يعني يمدو لك دي يعني اللي يعني تكلمنا سي عبد الكريم اه مصورع في الواقع تكلمني في الواقع تكلمني اجتماعيا تكلمني في السوق تكلمني في الاسعار تكلمني كيفاش نترجموا تصريح الوزير الى هذا الشيء يعني جاي يعني نعم. جاي لانني صعابه باش الكلام المصدر تاع الكلام نعم. من اي موقع أتى، هذه بالدرجه الاولى ثانيا هو عارف بالامور العمل في زيادة هذه المرتقبه على ما اظن في مادتين اساسيتان اللي موضوعه في مشروع قانون الماليه ولكن يقول لك لم تمس المواطن مباشرة، لماذا؟ لأن احنا بمجرد التاجر تاعنا يسمع فالزيادات يبدأ يزيد مباشرة، لأن الكل يريد الربح السريع والسهل. إذا كان تروح تراقب اليوم الأسواق تاعنا تلقى في بعض المواد الارتفاع تاع الأسعار وهي موجودة. زيادات غير مبررة يعني. فهي زيادات غير مبررة وعلى لسان السيد وزير الماليه هذا التطبيق مازال ما ما, ما طبق قانون الماليه 2017 كيف تفسر الزيادات المسبقه فهذا امر في اعتقادي ان على الوزارات المعنيه ان تلعب دورها في مراقبه الاسعار يعني قبل صدور هذا قبل يعني البدء في تنفيذ محتوى هذا المشروع نعم وبالتالي احنا قبل ما نتكلموا على هذه ونفسر هذه الاجراءات حسب الوضعيه الماليه الصعبه التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن المهم حسب رايكم والثابت ان لن تكون هناك اي زياده في اسعار اي منتوج استهلاكي بعد الشروع في تطبيق القانون قانون الماليه لسنه 2017 هذا في اعتقادنا في اعتقادك دكتوره ناديه شيتم في اعتقادهم القدرة الشرائية للمواطنين سوف لن تتأثر <applause> تصريح الوزير قال عليه السي عبد الكريم منصوري مبني على دراسة معينة مبني على تحليل معين مبني, مبني على استشراف معين أنتم تحفظتم كثيرا على هذا القانون وترون انه سيؤثر بشكل مباشر على الم... على جيوب المواطنين شرحنا إن لنا حسب رايكم هذا اولا شكرا لهذا النقاش لانه النقاش يساعد على الفهم والفرز الفرز في هذا الوضع صعيب احنا ماشي برك متحفظين احنا رافضين هذا القانون رافضين هذا التوجه الانتحاري انتحاري انتحاري نعم يعني. معنى. انتحاري يعني التوجه السياسي اللي راهي الحكومه عبر كل قوانين القرارات خاصة قانون المالية هو انتحار للأمة وعلاش أولا نحن نحكم على الواقع يحبوش يقول واش يحب هذا الوزير مي الواقع الغات تو, تو تو بوليتيك 2016 ديجا كيف بدات يعني على على المواطنين ينهار القدره الشرائيه على الاقل ب 40% وشفتوا الاحتجاجات خذت يعني بعد مخيف في كل في كل الوطن في كل ارجاء ارجاء الوطن وحتى يعني كل طبقات في المجتمع لحقنا حتى اخواننا في ولايه الجنوب يديوا لا فاكتور تاع يسوني الغاز يقولوا احنا ماشي قادرين نخلصوها فاتت الاجور يعني هذا الشيء خطير من المفروض الحكومه تستجيب هذا الشيء تصحح بدل هذا الشيء اتى قانون الماليه 2017 وميزانيه 2017 اكثر تقشف وفي القانون راه تقشف يروح حتى 2019 هذا ليس استشراف هذا انتحار وهذا استسلام وهذا فشل فشل سياسي والقانون الماليه فيه توجه سياسي ماشي تقني لانه في التقني كاين حتى خبراء راهم ينذرون الحكومة يعني خبراء موالفين مع التوجه اقتصاد السوق لكن لكن راهم ينذروا يعني الحكومة لأنه بهذا الشيء بهالميزانيات هلا وش فيها؟ تخفيض كل ميزانيات القطاعات زيادة شاملة لكل مواد الاستهلاك والخدمات هلا كيفاش يقول لي فهمني يشوف مثلا قرار هذه المادة على التيفي وين يزيد هلا تروح الخضر والفواكه وال لي بات يعني سباغيتي والسكسو سكسو وهذا ما يحبوا الجزائريين لي يعني بيان مواد اساسيه مثلا تغذيه الماشيه اللحوم تطلع كي تطلع مع تغذيه المواشي اللحوم البيضاء والحمراء ميديكامون فيتيرينير مواد الفلاحه حتى الجرائد حتى الكتب والتريسيتي والغاز والكهرباء وحتى المو... التجهيزات الطبيه الادويه يعني هذا هذا واش مش... يعني سمعت كما نقولوا غادي, غادي يقلعونا حنا نحكموا على هاي, هاي مكتوبه هنا مكتوبه ما ما نخترعوش حنا ما... ماذا بينا لو كان صح ما يطلع ما طلعش رايه وكاين حلول الوغ الميزانيه تطلع تجميد التوظيف هادو ما اللي راحوا التقاعد بصفه عاديه وبصفه مسبقه يعني بقانون هذا اللي تفرض على العمال قانون التقاعد اللي يلغي قانون نسبي وال... ذهاب للتقاعد المسبق كان اكثر من 200 الف راحوا في قطاع الاقتصاد القطاع العمومي الحكومه ما ويتعوضهم عبر هذه الميزانيات تجميد الاجور يعني بلومبي بلومباج حتى 2019 ما كانش التسقيف حتى تسقيف احتمالات الدفع يعني تجمدنا اكثر من 5000 مشروع وحتى هادو اللي راهم قيد الانجاز راهم ماشيين في الولايات كان تسقيف يعني الحكومه تمد جزء للشركات لا تنجز جزء من من مفهوم دكتورة الدكتوره نادى شي خطير. انا سؤالي مباشر واضح اعطتنا ارقام اعطتنا حالات اعطتنا منتوجات و و والمصدر نتاعها قانون الماليه اللي راكم تناقشوا فيه في البرلمان شوف السي عبد الكريم المنصوري هي راهي غالطه ولا احنا نغالطين ولا انتو غالطين ولا انتم راكم غالطين ولا الوزيرة غلط شكون اللي شوف اولا في اعتقادي حتى لا غلط الشعب ان لا هذه هي زادوا فيها بنقطتان دو بورسون. اللي كانت سبعة عشر ترجع ولا تسعة عشر عش. واللي كانت سبعة ترجع تسعة. تسعة نقطتان أولا هي لا تؤثر حتى إذا كانت مباشرة على المادة الاستهلاكية لا تؤثر ولكن التي إحنا نحن نعرفها باللي هي بين المتعاملين بين التجار بين الجملة والتجزئة وعلى بالنا باللي هذه لا تاكس سيغ لا فالور اجوتي كيفاش تعاود تدخل سيبدل المصوري رجاء سنخل... والله نخليك رجاء آه نقطة مهمة جدا جدا التناقض الموجود في الطرح تاع الحكومة كاين التناقض كاين حاجة الشعب الجزائري ما فهموها ما فهمهاش والخبراء ما فهموهاش شحال عندنا من مستحقات ضريبيه الحكومه لم تح... لم تقوم بتحصيلها حتى الساعه شكاين يعني 7000 مليار تسعة الاف 9981 9000 مليار دينار اكثر من 9000 مليار دينار تاع ضرائب موجوده عند التجار وموجوده عند رجال الاعمال وموجوده عند المواطنين الحكومه قال لك ما نحصلهاش او تحصلها يعني وفر لهم مزيانه طيب حصتنا. طيب الكبار. ما تحصلش الضرائب ثم تروح مباشره تزيد في التيفيه وتزيد هاد الـ هاد الـ يعني هذا هو الوقت تاع تي في فيها الان شوف انا انا واش راح يعني بصفه عامه في الوضع المالي اللي راه به البلاد هو وضع مالي صعب جراء انهيار وانخفاض وكذا وكذا اليوم انت ما عندكش اولا ما عندكش بدائل الدولة أو الحكومة استعملت يعني السياسة الجبائية كأداة لضبط الاقتصاد الوطني، وهو معمول به في عدة دول. تشوف لي تاكس هذا تيفيا حنايا يعني علاش قبلنا الوضع هذا، هي نقطتان فقط من 17 ل 19، يعني التأثير على السعر حتى وإن كان ما يكونش كبير بزاف، وتشوف مقارنة مع بعض الدول التي تعمل بلاتيفيا هذه كاين تعمل ب 21 وب 24 بالمئة حتى مع الدول المجاوره، احنا مش يعني باش نبرر ولكن الحلول البديله ما عندناش بين ايدينا لي لأن علاش؟ لأن احنا ما نقدروش نرموا بالشعب تاعنا ونديروا السياسه يعني نجم نقول لك انا ضد الزيادات، زيد خفض، دير هذه، دير هذه، ولكن منين راح تغطي العجز ديماغوجية هذا الخطاب ديماغوجي يعني احنا احنا واعيين كل الوعي في حزب جبهه التحرير الوطني باللي ما عندناش في الوقت الراهن مخارج الا المخرج هذا الذي هو بين ايادي بين ايدي الحكومه اذا تكلمت على ارتفاع فاتوره الكهرباء في الجنوب الدوله على لسان الوزير الاول وفق تعليمات السيد رئيس الجمهوريه ان الامر هذا سيتكفل به مثل ما عملوا سابقا العمل النقطه الثالثه اليوم اذا كان احنا المعارضه تقول لك ماهمش رافضين ومن حقهم لان الناس كلها حتى نقولك نرفض ولكن اعطينا حلول حقيقيه ملموسه تنتهجها الحكومه الجزائريه لخروج من هذا الوضع المتازم الصعب الحالي وما ما كانش بدائل الكلام, إيه الكلام الكلام النظري نعم الكلام نظري والنظري الكلام سهل للجميع حتى وانا اكون خبير في الاقتصاد وفي الماليه نتكلم ولكن هناك حلول هل يعني كاين حل اسهل ولكن يكلفنا الكثير مستقبلا هو ان نذهب الى الاستدانه الخارجيه واذا ذهبنا للاستدانه نرها الخارجيه نرهن نرهن القرار السياسي وتكون عندنا مشاكل لان علاش دعني اقول لك افسر هذا الكلام لان مرت علينا التجربه في التسعينات نعم ماذا كلفتنا عندما وقعنا في قبضه صندوق النقد الدولي نعم انهيار كل اللي قيمه الدينار الجزائري وما زلنا نتاثر به الى يومنا هذا غلق المؤسسات تسريح العمال فرضوا علينا تبادلات تجاريه واقتصاديه لا نرغب فيها هل يريدون الذهاب الى هذه؟ فالعمليه بسيطه وسهله. انتم انتم يا دكتوره ناديه شيوتهم ناض كلامكم جميل جدا ولكن يبقى نظري ما كانش حلول ما تعطوناش حلول كلامكم يشبه كلام الشعراء امام ازمه معقده ردي ردي على السياق. نعم كان نعم، هذا نعم،, نعم كلامه هو انا 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 نحول اولا انه تكون ازمه النفط هذا الشيء يعني يخرج عن نطاق الحكم. قال لك ما عندهاش شي... بديل دكتوره ناديه الحكومه ما مسؤوله على ازمه النفط هي حرب حقيقيه دوليه على البلدان المنتجه للنفط لكن الحكومه مسؤوله على السياسه اللي باش تواجه هذا الوضع مام. الدولي هي هنا مسؤوله القول انه ما كاش حلول هذا ضبط فشل واستسلام اعتراف اعتراف هذا فشل سياسي اعتراف ان هذه الحكومه خلاص ما راهيش ما راهيش قادره مستعده ان الوغ عندنا اولا شي ألون بينك بلي ما نظري رانا جوستومون نهضروا على الواقع نعم اولا ما كان حتى بلد في العالم خاصه في البلدان الاوروبيه وحتى الامريكيه اللي دار تقشف ومن بعد عطى نتيجه نتيجه يعني آه بروغريس سوسيال اقتصاديه تحت, إن... تحت توجو انكماش هذا شوفوا فرنسا الإسبانيا، ايطاليا شوفوا اليونان مثلا دونك هذا شيء غير مجدي شفناه في البلدان المتقدمه نعم. بلوس. ثانيا الحكومة راهي مسؤولة على عدم تحصيل أموال العمومية هذه أموال الدولة حاليا الأجراء يعني العمال كيما نتاع كيما نعيطو كيما العمال بصفة عامة الموظفين نعم الموظفين والعملاء لا لا الموظفين واللي راهم في القطاع الاقتصادي يخلصوا ولو أنه كثر يعني 5 ملايين ما راهمش مصرح بهم غير اللي مصالح بهم يخلصوا ضعف شي اللي يخص القطاع الاقتصادي هذه جباية خارج المحروقات هذه في التقارير الرسمية يا أخي جات نظرة الميزانية مكتوبة يعني ضعف يعني والأموال العمومية اللي لازم تدخل الخزينة العمومية اللي هي ملك الشعب راهي برا راهي عند سورتو الكبار من نهضرش التجار الصغار ولا هذوك كرام يخلصوا المؤسسات الكبيرة واللي يدخلوها الخزينة العمومية راهم يخدموا بها تولي راس المال يروحوا للخارج الدولة تجيب لهم الحكومة تجيب لهم إذا تحصيل الأموال العمومية تحصيل حقوق الجمركيه الغير محصلة الجباية كيفاش يقولوا لي 5 مليار دولار اللي مديناهم الاف ام اي كامل دراهم تاع تحصيل ضمان اجتماعي في نظركم الدكتوره نادى شويه هاد الاموال هاد الاموال هاد الاموال هاد الاموال تغطي بصفة تغطي لنا موازنات ماليه يعني ماكش حد دولة عندها ابي بري برا ما داخل الخزينه العموميه تقريبا 200 مليار دولار 200 مليار دولار وي محسوبه ثانيا كاين ايضا آه للاستثمار الاقتصادي لا حبينا ما يكون آه انتاج وما تكونش انكماش آه لازم نستثمر في الاقتصاد في الانتاج كل سياسه اللي اعتمدها الحكومه هي الدعم للقطاع الخاص بصفه يعني آه بلا ما تكون حصيله العقار الاموال العموميه تبخرت وما كان لا خلق مناصب شر لا خلق ثروه الحكومة راي مسؤولة عن هذا الفشل ومازال غيتواصل يتواصل المشكلة راي يتواصل هذا التوجه لازم نوقفوه الحكومة تقدر دعم الإنتاج العمومي اولا بصفه قويه ماليا اقتصاديا وحتى القطاع الخاص وفي هذا الشيء نروحوا للسوق مثلا اتفاق الشراكه مع الاتحاد الاوروبي راه راه يخنق الانتاج الوطني واش السنة ومكتوب في العقد تاع الاتحاد الاوروبي سي عبد الكريم المنصوري هادو حلول هادو حلول حلول موضوعيه عند عند اللي يسمح حلول موضوعيه الدراهم تاع الدوله 200 مليار دولار موجوده في جهه ما عند موجود في موجود في عند موجوده في الضرائب موجوده في عند كروسوم الجمهوريه عند عند الخواص <applause> لماذا الدوله لا تقوم باسترجاع وتحصيل هذا المبلغ الهائل الذي من شانه ان يحقق موازنات ماليه قد تنقض الدولة أو قد تحقق يعني نوع من التوازن لمدة على الأقل خمس سنوات السنوات الجاية كم هو جميل الكلام النظري إذا ننظر للواقع يعني في بالكم ان الدوله او الحكومه مكتوفه الايدي تتفرج المال تحانا والمال سايب هنا والمال هنا لا. وهي تتفرج وما نعرف هي الحقيقه لا لا هذه نظره غير حقيقيه والدليل على ذلك اولا لكي اجيب الاخت شويتم الدوله مش قاعده تطبق في سياسه التقشف وانما سياسة ترشيد النفقات نعم. لأن عرفنا في السنوات الماضية الاستيراد ربما العشوائي تضخيم الفواتير هذا نددنا بها في عدة محطات اليوم كي الدولة يعني أو الحكومة بدأت تضغط على الناس اللي ما فيهم يبزنسوا بأموال الشعب الناس ما عجبهمش الحال قال لك ها هي كي ولا قلنا لا هذا ترشيد النفقات تفسير بعض يعني انخفاض في بعض الميزانيات تاع بعض الوزارات كما تفضلت سابقا وقالت ماشي لان درك كي ترشد النفقات كنت تمد ان بلوس تمد مبالغ اضافيه في بعض القطاعات وتذهب يمينا وشمالا اليوم بدات توجهها كل ثمن كل دينار يروح لبلاستو يروح لمكانه اليوم كي تقول لي انا الازمه الازمه هي القت بظلالها على العالم مؤخرا من 2008 حتى الدول المصنعه والدول المتقدمه تأثرت بها مثل اليونان ودرك نرجع لها على على اليونان واش صار لليونان رغم السياسه اللي قامت بها لم تفلح ولم تنجح فيها والاتحاد الاوروبي كله ادار ظهره لليونان كيفاش تسر خروج لرويوم من الاتحاد الاوروبي. اثنين قلت لك الدوله الجزائريه الوحيده من بين الدول الناشئه اللي قدرت تصد الازمه العالميه بفضل السياسه المنتهجه حاليا. وقلت لك انا قبيله لتوسيع القاعده الجبائيه. هي سياسه فاشله. بي... لا كان جات فاشله اليوم ما في الوضع حيا في الوضع هذايا لان الحمد لله ما زلنا واقفين وجميع المؤسسات تاع الدوله واقفه. وقامت بشوف في تنويع الاقتصاد الوطني شوف فتح عدة مؤسسات صناعية من الجانب الميكانيكي الكهربائي الكهرومنزلي لتوسيع القاعدة وامتصاص البطالة اليوم البطالة راي في 9.8 عندما كانت السنة الماضية 11.2 وقبلها كانت في 15 يعني البطالة بدات في استمرار امتصاص بهذه السيادة شوف نقولك ثانيا ترجع القطاع الفلاحة اللي اللي هو يعتبر سي عبد الكريم وقت الجزء الاول انتهى سنواصل النقاش لكن في الجزء القادم مشاهدينا الكرام ننهي نكملها. معكم ننهي معكم هذا الجزء من برنامجكم البلاد اليوم فاصل اشهاري قصير ثم نواصل <applause> حياكم الله مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى إلى هذا الجزء الثالث والأخير من برنامجكم البلاد اليوم والذي نواصل خلاله خلاله مناقشه تصريح وزير الماليه بخصوص تاثيرات قانون الماليه الجديد لسنه 2017 على القدره الشرائيه للمواطنين، موضوع نناقشه طبعا رفقه ضيفي الكريمين السيد عبد الكريم منصوري البرلماني عضو لجنه الماليه والميزانيه، اهلا وسهلا بك سيدي مرحبا, مرحبا. والسيده ناديه الشويتم القياديه والقياديه في حزب العمال والبرلمانيه مرحبا بك سيدتي مره اخرى سابدا معك النقاش في هذا الجزء بهذا السؤال لو سالتك الدكتوره ناديه الشويتم تاثيرات هذا القانون كيف تتوقعون الصدى السلبي لهذا القانون حسب تشخيصكم انتم على الجبهه الاجتماعيه يعني هل سيكون هناك حراك مقاومة لهذا القانون وتكون عنده اسقاطات سلبيه عند المواطن الجزائري شوف يكون اسقاطات سلبيه هذا شيء اكيد لانه قانون مالي 2016 ديجا مازال ما خلاصش العام رانا شفنا شحال يعني القلق تاع المواطنين والاحتجاج تاعهم الغضب تاعهم بلغ يعني درجه ماشي حزب العمل اللي يحركهم تحركوا بتلقائي نفسهم انضروا يعني انضروا ضرره كبير وحتى على الاقتصاد حتى على كثير مؤسسات المهم الخاصه مثلا في ولايه الجنوب الاحتجاج ال 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 الجنوب شفتوا بيان سور الناس ما تقدرش تخلص من باتيو في بلاد مستقله عندنا اكتفاء ذاتي في انتاج الكهرباء والكهرباء في الجنوب قضيه حياه لانه فيه لي تومبيراتور اكستريم نعم دونك كي تكون تلحق فاتوره الكهرباء تفوق الاجر والاجور حتى تاع الاطارات يعني حتى الاطباء المعلمين لي الاجر ما يكفيش ميم باش يوكل ولادو الخدمات هذا شيء خطير يعني كاين تفقير متسارع لكل طبقه يعني الطبقه الواسعه المجتمع كاين مقابل ذلك سياسه إعفاء وسخاء الدولة لأقلية أثرياء جدد هادوك اللي راهم يديو كل شرع الحكومة راهي تخدم حاليا مصالح أقلية لازم تصحح تخدم مصالح أغلبية لا أغلبية لا. لأنه هذا لأ... الشيء لأ... الآثار تاعو ما يكونش برك على المواطنين يعني التفقير وال... وال... واليأس أعمق من ذلك سوف يكون على الاستقرار الاجتماعي ككل الانكماش الاقتصادي أزمة في كل المؤسسات خاصة المنتجة وتاع الخدمات العمومية والخاصة تسريح العمال تجميد يعني على كل المستويات وهذا الشيء عنده أثر دونك اجتماعي اقتصادي وسياسي أكيد والتهشيش الأمة بس حنا كي السيادة الوطنية إضعاف يعني إضعاف هو التهشيش المناعة إسقاط المناعة لبلادنا لأنه كيشوفوا الوضع الدولي وخاصة الإقليمي تاعنا ونقول احنا متخوفين على السياده الوطنيه يعني بمضمونها المادي لان السياده الوطنيه هي استقرار اجتماعي هي جبهه داخليه قوية. قويه هي اقتصاد مستقل قرار سياسي مستقل لكن كي المؤسسات وتهشش الجبهه الداخليه والاستقرار الاجتماعي مش من قعدت سورتو كي تكون دايرين بين قواعد عسكريه حاليا لا لا كاين قاعده لا عسكريه راكم تخوفوا فينا الدكتور ما تيش نخوف حنا ماذا بينا جوستمون نديروا انذار باش الحكومه هذه تعقل تولي تشوف حقيقه تشوف المخاطر لانه حنا متيقنين ان لو كان وصلوا هكذا ننتحروا بالبلاد ماشي برك الشعب اللي نظر كل بلادنا الشيء اللي بنيناه يعني الشيء اللي وهبوه لينا مليون ونصف مليون شهيد ماتوا على هذه البلاد سقوها بالدم راه دوكا في خطر هذا هو الشيء ما نخوفوش حنا وحنا متاكدين وعندنا ثقه في المواطنين لانه عندهم وعي لكن كي تشوف هاد شاشة كامل قواعد عسكريه دايرين بينا في شمال المالي شمال النيجر قاعده عسكريه امريكيه في تونس في تونس خرجت الصحافه الامريكيه جنوب ايطاليا جنوب اسبانيا والتدخلات العسكريه شت ليبيا حنا متخوفين كيفاش الحكومه تسمح روحها هذه سياسه قاتله بينما تقدر تقدر يعني كاين حلول سياسيه اقتصاديه في المتناول ما تكون صعيبه لكن ممكنه ممكنه باش نحافظوا لازم نحافظوا على التشغيل لازم نحافظوا على الاقتصاد الاستثمار العمومي لازم نوقفوا هذه لا في الاستيراد سيد عبد الكريم المصوري حسب التشخيص تاع الدكتور ناديه شويتم دواره دونجي كما قال لك المغني هذاك خطيره خطيره حسب تشخيصهم هما المال ما يلاحظ ايضا في قانون المال يعني انا نطلب لك طلب ترد عليا اذا يعني ترد على الدكتوره ناديه شويتم لان يعني راحت للأبعد يعني كل شيء راه في خطر في الجزائر حسب حسب تدخل الدكتوره ناديه شويتم. انا جاوبني بعد الرد على الدكتوره ناديه شويتم على نقطه لماذا رفضتم انتم نواب الاغلبيه حزب التحرير الوطني اقرار الضريبه عن الثروه؟ توجهها للاثرياء توجوها, توجوها لرجال الاعمال حتى هما يساهموا في هذه الازمه دلوقتي الماليه دلوقتي نعم دلوقتي 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 الكل يطالب باضافه هذه المساله الضريبه عن الثروه الا الافلا لحد الان هم متردد لان ممكن قاعد يدير لي ديبيتي تاع بخير عليهم ممكن وخايفين. شوف اعطيني شويه من الوقت هناك اربع محطات ينبغي أرد عليها ثلاثه للاخت شويتم وواحده تاع سؤال تاعك تفضل سيدي باش تخلي لي الوقت اولا أبدأ, أبدأ, انا ثلاث محطات رئيسيه يعني الخص التدخل تاعها ابداها من المحطه الاخيره اللي خوفتنا يعني يعني كان الدوله الجزائريه اللي دات الاستقلال حاب تضحيات كبيره يعني قاعده تتمسخر هكذا تخلي الدوله سايبه لا اظن ذلك والدليل على ذلك أن, ان الدليل على ذلك ان أن, ان الدوله بمفهومها الواسع حكومه وشعبا وقفة وستقف بالمرصاد الى كل من تسوي له نفسه المساس بشبر واحد من هذه الارض الطاهره وتشوف الجيش الوطني الشعبي المرابط للحدود واقف بالمرصاد على اكثر من 6000 كيلومتر طول الشريط الحدودي يعني بترسانه قويه ونحن ندعم هي ونوع... عن الجبهه الداخليه سنة سنة, سنة برك قلت على القواعد العسكريه الجانبيه القواعد العسكريه جات دعم للجبهه هي اللي عندها عندها واش راح ولكن الدوله في السياده الخارجيه قلت كان الجيش الوطني الشعبي واقف بالمرصاد وله القدره الكافيه للدفاع عن التراب الوطني ونحييه من هذا المنبر على كل الاعمال التي يقوم بها هو ومختلف الاسلاك الامنيه حفاظا على الاستقرار والامن تاع البلاد هذا فيما يخص اما فيما يخص السياسه الداخليه يعني الدوله يعني هي تكلمت على الطبقه الهشه احنا قلنا في حزب التحرير الوطني كفانا من الدعم الاجتماعي يذهب الى كل عموم الناس وطلبنا ان يكون موجه للطبقه التي تستحقها وعلى بال كم رصدت في مشروع قانون الماليه 2017 الميزانيه حسب توجيهات السيد رئيس الجمهوريه وتطبيق لتعليماته الحكومه اقرت ما يساوي 23% من ميزانيه الدوله للتحويلات الاجتماعيه المقدره ب 1630.8 مليار دينار جزائري لدعم السكن، التربيه، الصحه، الاسر المعوزه، المواد الاكثر استهلاكا. هذه سياسه يعني الدوله قاعده تمسخر، هاي قائمه بالواجب تاعها كما ينبغي تجاه الطبقه المعوزه. النقطة اللي راح نتكلم عليها هل هناك بدائل احنا في حزب التحرير الوطني عندنا تعليمات ان نقول الحقيقة للشعب هاي الوضعية نقدر ندير انا سياسة اه السياسة الشعبوية ونبقى نقدر نديرها واحنا دي شامبيون فيها ككل الجزائريين الذين يعرفون مستقبل الدول ولكن نقول الحقيقة احنا في وضعية صعبة صعبة مالية اهم الحلول طيب لماذا رفضتم؟ الموجوده لماذا رفضتم؟ لماذا رفضتم؟ هاني نقطه تاعك تفرضوا الضريبه عن الثروه شوف نعطيك انا جانب ثاني الدوله تتعامل او الحكومه تتعامل بذكاء مع الاثرياء لان الاثرياء لان احنا في السياسه وحسبت تصريحات وتعليمات وتعليمات صندوق النقد الدولي اذا كان قراوا التقرير الاخير تاعهم وش يحثوا؟ من بين المطالب ينبغي ان يكون انفتاح اكثر للخواص الخواص هذوما الدوله تعاملت معهم حقيقه دارت لهم تحفيزات واعفاءات من اجل الاستثمار هنا في الجزائر لان عنده المال تاعو يقدر يرفد المال تاعو يروح يستثمر لبرا ما تقدر لا تحكم انت غيرك ثانيا حنا في هذا بالذكاء هذا خلينا يستثمر هنا لماذا من اجل شيئان اساسيان هو امتصاص البطاله يخلي الشباب تاعنا يخدم ويكون المنتوج الوطني هنا في الجزائر بفرض يعني ضرائب معقولة وكان في مشروع قانون المالية هذه الضرائب على كل المستثمرين الذين يستوردون القطاع ويصنعونها كذلك في الجزائر وحفاظا على عدة أشياء أما هيش العمل هذا ما داروهش ناس رم داروا خبراء تقنيين أولاد الوطن الجزائر الذي خرجوا من صلب هذا الشعب ولكن لا يراهنون بمستقبل الدوله الجزائريه ويحافظون على القدره الشرائيه. طيب الدكتور رندي شويتم انتم كيف تنظرون إن الى موقف مثلا الافلان حتى الاراندي ممكن موقف يشبه موقف بقيه الاحزاب فيما يتعلق بضروره المطالبه باقرار ضريبه عن عن الثروه يعني توجه للاثرياء توجه لاصحاب المال توجه بين قوسين لاصحاب للمستثمرين وكما نقولوا احنا اصحاب الشكاره. شوف كيف في بلادنا حقيقة أنه هاد السياسات تاع الإعفاءات يعني الحكومات المتتالية برزت طبقات أثرياء جدد ما كانوش ما ورثوا ما والو كاين اللي راهم أثرياء في الإستقلال مازالهم هكذاك شوية موايا وكاين إندثار الطبقة المتوسطة كان هذا الاجراء معمول في كل بلدان راس ماليه فرنسا مثلا ما يعني بلد راس مالي حنا شكاني طرحنا هذا اقتراح ضربه على الثروه ضريبه على الثروه نعم ضريبه على ضريبه على الثروه تاكس امبو على لا فورتون شاك في رفضوها هذا العام درناها وسين ان شاء الله يقبلوها باسكو هذا من بين الحلول وهي داخلة في العادة الاجتماعيه هما رافضين لانه السياسه اللي تخدم مصالح اقليه سينو التحميل تحمي الأثرياء هذو الجدود ألوغ الأخ يهضر على يعني سي انكخوايابل. الإيفيمي وين راهي تساند هاد سياسة التقشف وماذا بها ديرو كثر. باسكو الشغل الشاغل تاع الافمي هي خدمة مصالح الدول المتقدمة النظام الرأسمالي. دونك هذا ماشي مرجع. دايوغ المشكل يوستومو كي يشكركم الافمي سي ان بروبليم. في الحقيقة الفومي يزعف علينا كي كيزاف علينا اللي رانا شوية في الصواب. دونك هذا هذا ما الكيتو تاع حوسو على الكيتوس تاع الشعب كيرضى عليه الشعب يرضى على الحكومه والان مراش راضي هذه قضيه الدعم الاجتماعي هذا العام نقص 200 مليار دينار في الميزانيه تاع الدعم الاجتماعي هذه يقولون هذا بلي خا عام كان الحليب والسكر والزيت حبيت ابارما تنحوه الاغلبيه اللي تفاهي الاغلبيه المجتمع كاين الصحه والتعليم هذه مكاسب الثوره كاين الطلبه يديو الايواء الاطعام والنقل ولا بورس لو كان ماشي هكذا حنا ديجا ما نقراوش لانه اولاد عائلة بسيطه صافي الاثرياء برك اللي يقراو لو كان تنحيوها كاين السكن السكن الاجتماعي موجه للفقراء لفوق راه يعني تحت 24000 24000 دينار دخل دخل شهري دونك هذا الدعم يعني تخلعوا الناس بالدعم والشي اللي يخلصوه الاجراء في الـ في لي زامبو راه اكثر مع على الشيء اللي يخلصوه لـ لـ الاقتصاد ايضا في الدعم دوك الشعب حتى, حتى واحد حتى الاثرياء يستفيدون من هذا الدعم مي راهم يستفيدوا شويه هما ما لو كنت نحيهم كاع الدعم راهم استفادوا من مزايا مزايا اللي يديوها بالمليارات ما امام الدفع يعني نحي الصحه باش 10 اثرياء ما يداوش معليش نقتل الف هذه قضيه استقرار يعني هذا سي المينيموم والدوله ما راهش في البلدان الرأسمالية كان سياسه الدعم في امريكا كاين دعم اجتماعي يعني وعلاش زعما حاجه وكاين وكان مكاسب الثوره ما نقيسوهاش يعني نروحوا النظام راه ديجا راه ديجا هش تروح نظام واحد اخر اللي تغامر باش يكون تفقر لاغلبيه الشعب هذا يعني مغامره طيب كاين عندي سؤال موجه للسي عبد الكريم منصوري وموجه للدكتوره ناديه شويتم والسؤال مصدره هو حديثك قلت لابد ان الشعب هو اللي يرضى على, على, على السياسات بالنسبة. هو اللي يرضى عن الحكومه هو اللي يرضى عن ايضا عن النواب وما دام نتكلموا عن النواب الشعب ما رضاش هذه المره قال لك كيفاش البرلمانيين في الجزائر يقبلون منحه التقاعد المقدره ب 240 مليون في عز ازمه في عز ازمه تعيشها الجزائر، الجزائر تعيش ازمه، لماذا قال لك النواب ديالنا ما تنازلوش على هذه المنحه لفائده خزينه الدوله، لفائده الشعب، لاننا نعيشوا ازمه، على بادو 240 مليون يعني كنهايه خدمه او شيء من هذا القبيل، تفضل سيدي ثم اعود. <applause> شوف ما كان لا نعاقبوش الاخت لان ما تكلمنا كثير لان الوقائع هي هي التي يعني والارقام هي التي تفرض نفسها في قانون الماليه 2017، للاجابه على السؤال هي المنحه هذه يستفيد منها. كل اطارات الدوله الجزائريه والمنحه هذه اللي تكلمت عليها تاع البرلمانيين بالنسبه الى منح اخرى راهي تساوي الربع او اقل ماذا تريد ان من تقول منح اخرى؟ لا كاين عده اطارات في الدوله الجزائريه وهذا حق ان الاطار كي يخرج من الخدمه ربما الاطار هذا كان في وظيفه عنده سكن وظيفي عنده سياره تاع الوظيفه كي يخرج يدي المنحه هذه وهي حق لابنائه لاسرته هي حق ولكن نعيش ازمه نعيش ازمه سي عبد الكريم تفضل فهي حق لاسرته ولابنائه ربما يشتري بها سياره ربما يدعم بها باش يكون عنده ساكن لأنك يخرج من الوظيفه تاعه يخرجوه من السكن هذا حق قانوني وضعه المشرع الجزائري، واذا كانت الدوله الجزائريه يعني او الحكومه او الشعب بحاجة الى هذه الماده لتدعيم الخزينه، فانا انا لا اكون معارضا لهذا الامر وحتى بالرواتب التي نقتضيها من البرلمان، وانا قلت مرارا وتكرارا انا كان نلقى هذه الرواتب هذه نحن تاع النواب تتنحى يدخل الانسان يعود ان اللي كانت عنده وظيفه كطبيب ولا استاذ ولا كذا، الراتب اللي يتقاضاه في الوظيفه تاعو يدخل بها هو التي يستفاد منها ولكن الدوله او المجلس الشعبي الوطني يتكفل بكل المصاريف او ما يسمى بلا بريزون شارج تاع النائب التكفل التكفل يعني الكلي لان كثير من النواب يعني من عده اشياء اثناء ده وانا كنت نتمنى لو يعني كاعلاميين يعني كنت سلطت الضوء ولكن الوقت مازال لتسليط الضوء على مهام النائب لكي يستطيع اداء مهامه كما ينبغي دفاعا على مكتسبات الشعب وحفاظا على القدره الشرائيه للمواطن وزياده في حصانته لكي يمارس مهامه بكل اريحيه. مفهوم دكتور انا شويه لماذا انتم في حزب العمال مثلا لم تتنازلوا على هذه المنحه وحسب المعلومات اللي عندنا والمفرى كاع الكتل البرلمانيه وكاع البرلمانيين قبلوا بها واجبتهم رغم اننا نعيش ازمه ونعيش مرحله تتقشف تفضلي سيدتي شوف اولا المشكله انا طرحت السؤال مطروح عند الشعب الجزائري بيان من حقهم حق المواطنين باسكو هاد الدراهم تاع نواب التعويضات تجي من الخزينه العموميه يعني لي زامبو اللي نسالو كاع فيها حنا اولا في الحزب عندنا التقاليد هذه المنحه تاع ذهاب ولا نهايه العهده تروح للخزينه تاع الحزب استعملناها في العهد اللي فاتنا باغ اكزومبل والزملاء مدوها تاع لخزينه الحزب استعملناها في الحمله الانتخابيه تاع 2012 دونك حنا ما ندوهاش وحتى التعويضات تاع الشهر جزء كبير يروح للحزب يعني رانا ضد حنا بالنسبه للتعويضات النائب تكون وفقاً يعني معايير الوظيفة العمومي النائب يكون في اريحيه لكن ما يديش فوق العاد يعني فوق المعايير اللي متخذ بها مثلا الاطار تيتو حنا ما اطاره الدوله حنا منتخبين الشعب له الحق انه يحكم على النواب مدى احترامهم للعهده ومدى يعني اللي داروا لي لانه كثير من النواب راهم في وضع كونفلي دانتيغي داروا لي زافير وانا الشيء نتعجب يعني النواب الافريقي يهضروا كل بالواحد يديروا يقولوا حاجه مليحه يعني ديتاشمو يديو صالير توكي كي يروحوا للتصويت هما يصوتوا ضد الشيء اللي قالوه هذا هو المشكل احنا من الاول كنا متناقضين يعني متناقضين احنا كنا ضد لو كان تبعونا ما نطيحوش في هذا الشيء بيان بصفه رمزيه ما يعني النواب اللي كيتنازلوا عليها باسكو ما يصبوها ديراكت في الكونت المجلس يصبها وما على باش هاد, هاد العهده اللي يمدوها هما بصفه رمزيه هذا شيء رمزي احتراما لهاد سياسه يعني زيرو سنتورا بصح ميم لو كانوا بيتنازلوا على الاجور تاعهم على التخويك لا ما يبدلش وضع المواطنين لازم يبدلوا السياسة يضغطوا على الحكومة باش تصحح دكتورة هذا هذا ارتفاع في الاسعار للاسف وقت البرنامج انتهى شكراً. جد شكراً. اسف مشاهدينا الكرام اذا نصل الى نهايه هذا العدد من برنامجكم البلاد اليوم لم يبقى لي في النهايه الا ان اشكر ضيفي الكريمين السيد عبد الكريم منصوري البرلماني عضو لجنه الماليه والميزانيه شكرا جزيلا سيدي لا شكر على واجب والشكر موصول أيضا إلى الدكتورة نادية الشويتم البرلمانية والقيادية في حزب العمال شكرا جزيلا سيدتي أنا مير شكرا لكم بارك الله فيك كما نشكر أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وعلى كرم الإصغاء لقاؤنا بكم يتجدد في لقاءات قادمة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق التقني والزميل المخرج الصادق بودربالة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته